الخطوة الأولى للحلم المصري العظيم تبدأ من هنا، إعلان اسم التحالف الاستشاري الفائز بمشروع تنمية محور قناة السويس، اختيار جاء من بين 13 مكتب استشاري عالمي تقدمت بعروضها وطبقا لمعايير التقييم الموحدة. تتشرف اللجنة الوزارية لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس بإعلان النتيجة النهائية لاختيار التحالف الدولي لوضع المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وهو فوز تحالف دار الهندسة شاعر ومشاركوه المسجلة بمملكة البحرين بالتحالف مع دار الهندسة مصر. المشروع الذي يهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية بالإضافة إلى مشروع حفر القناة الجديدة هدفان طريقهما العمل المتواصل. النهاردة علينا واجب مهم جدا، فيش قدامنا جاي العمل، والعمل ليل نهار، وهنا أخواتنا وعمالنا وشرفائنا بيشتغلوا 24 ساعة. هو ده الأمل الوحيد، إن نشتغل الليل نهار، وإحنا بنبني بنحمي، وإحنا بنبني بلدنا بنحمي بلدنا. الحقيقة يعني أنا مش لاقي كلام أقوله أكتر من إني أحمد ربنا وأدعي لبلدنا وأقول حمى الله مصر، حمى الله مصر، حمى الله مصر.